كتير بيجي لي اسئله من شباب ومراهقين انه احنا اللي بيعيبوا علينا اهالينا ان احنا ماسكين الموبايل طول الوقت. تعالي شوفيهم هم لا عارفين يسمعونا ولا عارفين يتكلم معاهم, ولما بنيجي نتكلم معاهم بنلاقيهم عينيهم في الموبايل, واحنا بنبقى عايزين حد يحتوينا وحد الاي كونتاكت بتاعته شغاله على القليل يحسسنا بالوقت اللي احنا قاعدينه معاه ان هو مهتم بينا. نصيحه لبابا وماما لما ولادنا ييجوا يتكلموا معانا, سيب كل اللي في ايدك, اعمل اي كونتاكت كويس قوي, تواجد معاه, حس بيه, شجعه, اديله حب بكل الطرق. انا عارفه ان كلكم اغلبكم عارفين يعني ايه لغات الحب الخمسه, التقديم الخدمه انه انا بسمع وبشجع وبقول كلمات ايجابيه, اني بتلامس معاه وبأحضن وببوسه وبديله كل التلامس اللي محتاجه, انه كمان بعمل وقت قيم يعني وانا قاعده معاه بديله وقت قيم, مش لازم كم الوقت لكن قد ايه, كيفيته شكلها ايه, بحتويه وبطبطب عليه بقوله كلام ايجابي. اخر حاجه المكافئات, واعتقد انه دي لغه برضو لطيفه ان احنا من حين لاخر نجيب لاولادنا حاجات حتى لو رمزيه. وقت ما انا ابني بيلجأ لي علشان خاطر اتكلم معاه, خلينا اذان صاغيه, خليكي دايما ودان, او خليكي بابا دايما ودان مش لسان, اسمع واحتوي وانصت علشان تقدر تحس ان انت بقيت فعلا صديق, ما يلجأش لحد بره ولا ما يسمعش كلام من بره ولا يدورش على اي, انا اسفه, صداقه من باسكت الـ يعني دايما بيقولوا ان اي حد بيبقى محتاج ان شاء الله لو في باسكت قدامه في ما لا يليق او زباله او اي حاجه ممكن يوطي عليها لان هو جعان. الجوع العاطفي اللي احنا بنعمله لاولادنا خطر جدا, لازم نشبع كل احتياجاتهم ونملى لهم خزان الحب جواهم ونحسسهم ان احنا مصدر دعم وسند ليهم طول الوقت.